عدة أيام أو عدة أسابيع يتفتح موضوع الدولة من تاني، مواقف تتاخد، مواقف من قوى مختلفة تتاخد، من الجيش، من الشرطة لما عملت إضراب مثلا، من القضاء، ومن مؤسسات الدولة بشكل عام. فبيتجدد من تاني موضوع الدولة ويتفتح على بساط النقاش، ويتفتح تتفتح حتى المواقف نفسها المتعارضة وتصطدم ببعضها أحيانا وهكذا. وده طبيعي جدا يعني، لأن في كل نضال جماهيري واسع وفي كل حركة جماهيرية واسعة، في كل انتفاضة، في كل ثورة، بيبقى في اصطدام حقيقي بأجهزة الدولة. أي نضال جماهيري بيهدف لتغيير المجتمع جذريا لازم يتطرق إلى موضوع الدولة ودورها في المجتمع. الدولة دي هل هي كيان محايد في المجتمع؟ طب هل هي ايه دورها بالظبط في المجتمع؟ هل فعلا هي منفصلة عن المجتمع وعن انقساماته وعن الصراعات اللي جواه، وبتدير المسألة من بره وبتسير امور المجتمع، ولا هي منحازة الى طبقة دون اخرى وبتكرس هيمنة طبقة على بقية الطبقات؟ كان ماركس وإنجلز كانوا دايما مصممين في كل كتاباتهم تقريبا حوالين ازاي الوعي الاجتماعي بيتطور، وازاي والصلة ده بالصراع الطبقي. كان مصممين على مقولة ماركس الحقيقة، اللي هي الافكار السائدة في المجتمع هي افكار الطبقة الحاكمة. الوجود الاجتماعي والدولة ودولة الرأسمالية بيرسخوا افكار تخدم سيطرة الطبقة الحاكمة ودولتها. فهنلاقي ان فيما يخص موضوع الدولة، هنلاقي ان الافكار السائدة فيما يخص موضوع الدولة ان الدولة كيان محايد منفصل تماما عن الصراعات الاجتماعية، ووظيفته ان هو يدير المجتمع ويعمل توفيق ما بين الطبقات المختلفة اللي هي في الحقيقة، لان هي طبقات مختلفة وفي صراع ما بينها، فمصالحها متنافرة، وده اللي بيخلق الصراع. والافكار السائدة اللي بترسخها وسائل الاعلام والتعليم والاكاديميه البرجوازيه هي ان الدوله كيان محايد تماما خارج اطار هذه الصراعات، وكل تدخله بينحصر في التوفيق ما بين مصالح الاطراف المختلفه. لكن الحقيقه هذه الفكره السائده بتؤدي الى عدد من الاستنتاجات الخاطئه تماما، وفي نفس الوقت برضو ان اللي الثوريين بعيد عنها بشكل كبير. الافكار دي بتؤدي الى استنتاجات، منها واحد ان الخلل في المجتمع مش لان في طبقه حاكمه وان في دوله بتعمل على ترسيخ مصالح الطبقه الحاكمه وهيمنتها، لكن الخلل ده ناتج لان في عدد من الاشخاص ممن يديرون هذه الدوله وممن يسيرون مصالح الطبقه الحاكمه، هم دول الخلل فيهم، ويجب استبدالهم باخرين عشان الامور تتحسن للافضل، وعشان المجتمع يتخلص من ازمته وهكذا، وعشان الحقوق الاجتماعيه والسياسيه وهكذا تقدم لاصحابها. بيقود ايضا الى استنتاج خاطئ، هو ان في الثوره الاجتماعيه ينبغي عدم المساس بالدولة باعتبارها كيان مقدس، كيان خارج إطار الصراع الاجتماعي، ودوره ان هو يوفق ما بين هذه المصالح وفقا للأفكار السائدة اللي بترسخها البرجوازية ودولتها. والاستنتاجين دول في الحقيقة بيقودونا الى موقف اخر تماما، ان في الثورة الاجتماعية في حالة غياب بديل حقيقي، بديل جماهيري وثوري يقدر يقود ثورة الجماهير للانتصار، بيقود الى ان قطاعات ممن شاركوا في الثوره نفسها يراهنوا على هذا القطاع او ذاك من الدوله نفسها، لان الدوله بما ان الدوله في وجهه نظرهم هي كيان محايد خارج اطار هذا الصراع، وان صراعهم مع هذا الرمز او ذاك من الطبقه الحاكمه او من الحكام الذين يديرون المجتمع، وبالتالي ليه ما نراهنش على قطاع من الدوله عشان يخلصنا من الرمز اللي ماسكنا دلوقتي. وفي الاطار ده بنلاقي ان كتير من الليبراليين في مصر بينادوا الجيش مثلا، بيغازلوا الجيش وبيستقوا بيه للانقلاب على الإخوان بشكل صريح، وبينادوا ده في أحيان كتيرة جدا بشكل في منتهى الفجاجة والفج من كتر صراحته في استدعاء الجيش للانقلاب على الإخوان. وشفنا ده برضو في وقت
لما كان الإخوان المسلمين في البرلمان ولما كانوا بيأيدوا المجلس العسكري ضد أي تحركات ثورية بما فيها المظاهرات الثوار المطالبة بالحريات السياسية وهكذا والإضرابات والتحركات العمالية والاجتماعية. وكل الدعاية اللي روجوها في الوقت ده حوالين ان الجيش دعامة الدولة وان الدولة لو انهارت مش عارف هيحصل ايه والناس هتقطع في بعض والحرب الاهلية وهكذا، وكأن الناس وكأن الجماهير مستنية الفرصة ان هذا الكيان المسمى دولة، هذا الجهاز الذي يحتكب كل ادوات العنف مستنياه ان هو ما يبقاش موجود عشان يقطعوا في بعض وعشان ينهشوا في بعض عشان يلتهموا بعض تماما. لكن في الحقيقه ان يعني نداء الليبراليين للجيش وتأييد المجلس او تأييد الاخوان للمجلس العسكري في اوقات معينه دي حاجه ما كانتش بعيده شويه عن بعض قطاعات اليسار في مصر. اليسار في مصر احيانا بيقع في فخ على الاقل فخ من الافخاخ دي، وادي احنا شايفين مثلا امبارح، احنا لسه عايزين نشوف المواقف اللي هتترتب على امبارح المؤتمر بتاع القضاء وبعض الاصوات التي تنادي بمثلا تأييد ودعم الزند في مواجهه الاخوان، وبالتالي احنا ممكن يعني وكانه بيقول ان الموقف ده كانه بيقول ان احنا على استعداد للتحالف ومد ايدينا في ايد اي حد حتى لو كان قطاع من الدوله نفسه اللي بتنكل بالثوار بس عشان نواجه الاخوان، بس عشان نواجه مرسي وجماعته. فكتير من الحوارات والجدالات حوالين موضوع الدوله بتتفتح كل حتى يعني كل ايام قليله او حتى كل اسابيع قليله منذ بدايه الثوره المصريه لغايه دلوقتي. الافكار والمواقف دي مهم جدا اختبارها على خلفيه التطور، على خلفيه تاريخ الثورات اللي قبل كده وخبرات الثورات التاريخيه في التاريخ، وبالتاكيد طبعا اختبارها على خلفيه تطورات الثوره المصريه، وايضا على خلفيه النظريه الماركسيه تجاه الدوله. كل الحوارات والجدالات السايده دلوقتي هي يعني شبيه بيها كتير قوي كان موجود في كتير جدا من ثورات التاريخ، وعشان كده كنت بقول ان مهم ان احنا نختبر المواقف والحوارات دي على خلفيه ثورات التاريخ. بس ليه اشمعنى الدوله والثوره؟ اشمعنى كتاب الدوله والثوره تحديدا؟ في كتابات اخرى قبل كده حتى اتكتبت حوالين علاقه الدوله بالحراك الاجتماعي ووضع الدوله في المجتمع ودورها ونشاتها وتاريخ تطورها وهكذا. الدوله والثوره تحديدا لان هو اولا بيعيد الاعتبار للنظريه الماركسيه من تاني فيما يخص مساله الدوله، بيعيد الاعتبار للنظريه الماركسيه في وقت كانت الدوله في وقت ثوره، في وقت اشهر عصيبه من الثوره، اشهر فيها استقطاب حاد ما بين الطبقه الحاكمه والثوريين والاصلاحيين في النص بيحاولوا يردموا الفجوه، يردموا الحفره اللي ما بين الطبقه الحاكمه على اليمين والثوريين على الشمال. في وقت استقطاب حاد، في وقت كانت الدوله بتهتز بعنف على اثر التحركات الثوريه وتنظيم الجماهير اللي نفسيهم في ثوره 17. وفي وقت كانت الدوله بتماطل وتاجل دايما المطالب الجماهيريه اللي رفعتها الثوره. لما الفلاحين مثلا يجوا يطالبوا بالارض بتوزيع الارض، مصادره املاك كبار ملاك الارض وتوزيع الارض عليهم، كانت الدوله بتقول لهم ان والله لا، نستنى شويه لغايه ما نعقد الجمعيه التاسيسيه. طيب اعقدوا جمعيه تاسيسيه عشان نوزع الارض؟ لا، نستنى شويه الجمعيه التاسيسيه لغايه ما الحرب تنتهي، الحرب العالميه الاولى اللي كانت روسيا مشاركه فيها. طيب الحرب هتنتهي امتى؟ لا، ما هو لازم الفلاحين اللي بيطالبوا بالارض يدفعوا نفسيهم جوه الجيش ويتطوعوا في الجيش ويتاخدوا جوه الجيش وهكذا، والعمال نفسهم وهكذا، عشان ننتصر في الحرب وبعدين نبقى نشوف قصه الجمعيات الاساسيه وبعدين نبقى نشوف قصه توزيع الارض. ففي وقت كان في مماطله وفي وقت كان في الدوله مهتزه والجيش منقسم على اثر التحركات الثوريه والجنود والعمال والفلاحين منظمين نفسهم وبيحاولوا يخلقوا اجهزتهم الخاصه لاداره شؤونهم في تحدي واضح لاجهزه الدوله اللي الاصلاحيين والاشتراكيين الاصلاحيين والوسطيين كانوا بيحاولوا يحافظوا على هذه الاجهزه حتى في الاشهر
في أشهر الثورة من فبراير إلى أكتوبر. ف مش بس ده الظرف اللي كانت الدولة والثورة طلع فيه، إن مش بس هو ده الظرف اللي لينين كتب فيه الدولة والثورة، لا ده كان في نفس الوقت ده كان في ردة كاملة من الاشتراكيين الديمقراطيين ذات نفسهم عن الأفكار الماركسية وتعليم ماركس حوالين موضوع الدولة. دي نفس الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية اللي كانت أيدت الحرب العالمية الأولى وأيدت حكوماتها للدخول في الحرب العالمية الأولى ووافقت على اعتمادات الحرب في البرلمانات اللي هم كانوا مشاركين فيها، واستخدموا في ده تبريرات من اقتباسات من ماركس نفسه عشان يبرروا به مواقفهم تجاه الحرب وتأييد حكوماتهم البرجوازية لخوض الحرب، في حين ان هي كانت حرب لصوصية من اجل اثراء مكاسب وثروات الطبقات الحاكمة في البلدان دي. فمش بس اهمية ما العمل في ان هو اتكتب في وقت كان فيه الظروف الثورية دي، هو اتطور النظرية وأضاف إليها فيما يخص مسألة الدولة أثناء شهور الثورة، ومش بس لأنه هو كان بيواجه التشويهات والتلفيقات اللي ألحقت بالماركسية من قبل كتل ضخمة من الاشتراكيين الديمقراطيين في العالم، لكن كمان أنه هو بيضيف إلى النظرية الماركسية حوالين كيفية بناء وتنظيم الدولة العمالية، ازاي مع ان في دولة مستبدة، دولة بتحافظ على مصالح الطبقة الحاكمة، الدولة دي لما تتحطم، الدولة دي لما تتهد، ايه اللي هيتم استبداله بيه، ايه اللي هيحل محلها، ازاي العمال نفسهم ينظموا نفسهم في مجالس وهكذا، العمال والفلاحين والجنود وسكان الاحياء وهكذا، ويستبدلوا جهاز الدولة القائم بالاجهزة اللي هم بانينها. وكان لينين بيستند طبعا زي ما شفنا على عدد من الخبرات الثورات في التاريخ، ابرزهم الثورات 1848 ل 1851 وكوميون باريس. لكن هنرجع تاني برضو الموضوع، هي ايه اصل المساله، ايه اصل مساله الدوله، ايه يعني الجدالات الحالية حوالين المواقف من الإخوان، طب التحالف مع الجيش ونداءه، طيب تأييد القضاء إلخ، دي في حد ذاتها مش مواقف بتتاخد من اللحظة، دي بتعكس نظرة أعمق بكتير من مجرد الموقف اللحظي بتاع المرحلة معينة أو هكذا، إن الليبراليين يستدعوا الجيش للانقلاب على الإخوان، إن بعض اليسار يقول أنا خلاص أنا هأيد القضاء اللي هم قضاء مبارك ذات نفسهم، أنا هأيدهم في مواجهة الإخوان وهكذا. المواقف دي بتعكس وجهة نظر أعمق بكتير قوي، ممكن هما ما يكونوش قادرين حتى يعني يترجموا وجهات النظر دي سياسيا أو يصيغوها نظريا، لكن هي بتعكس وجهة نظر بأن كأن الدولة كيان محايد، زي ما كنت بقول في أول الكلام، إن كأنها كيان محايد ملهاش دعوة خالص بالصراعات اللي في المجتمع وممكن الاستعانة بيها، بل لا يجب أبدا المساس بيها في إطار الثورة الاجتماعية. في الحقيقة الثورة لا هي كيان محايد في المجتمع ولا هي فوق الطبقات وملهاش أي صلة بالصراعات الجارية، بل هي بحسب تعريف ماركس هي هيئة للسيادة الطبقية، كيان بيحاول يرسخ مصلحة طبقة ويخضع طبقات أخرى في سياق خدمة مصالح الطبقة المسيطرة اقتصاديا وبالتالي مسيطرة سياسيا. بحسب تعريف إنجلز هي فصائل خاصة من رجال مسلحين دائمين، الجيش الدائم، الشرطة، ونقدر نضيف عليهم بقى المخابرات وأمن الدولة، وظيفتهم هو حماية الطبقة دي عن بقية الطبقات، عن الهجوم من بقية الطبقات. فالجهاز بيحتكر العنف، بيحتكر أدوات العنف، السلاح مع الدولة، الجيش المنظم مع هو جزء من الدولة، الشرطة بكل أسلحتها وتوجهاتها القمعية وهكذا هي مع الدولة، حتى القضاء بقوانينه القمعية، قوانينه المفصلة تحديدا لخدمة مصالح الطبقة المسيطرة اقتصاديا. والدولة بتستخدم وسائل العنف ده، الطبقة الحاكمة بتستخدم جهاز الدولة وكل وسائل العنف
اللي بتمتلكها ووسائل العنف والسيطره اللي بتمتلكها لمواجهه التهديدات الداخليه، طبعا تحركات الطبقه العامله والتحركات الثوار وهكذا، بس مش بس كده، لا كمان بتواجه بيهم او بتستخدمها ضد الطبقات الحاكمه في البلدان الثانيه، ضد الطبقات الحاكمه في حاله الحروب الامبرياليه الكبيره، والهدف منه هو نفس الشيء برضه، الهدف من ده هو خدمه مصالح الطبقه المسيطره اقتصاديا. وطبعا بالتالي المسيطره السياسيه، بس ده على عكس على العكس الكامل من ما يروجه الاعلام ووسائل الاعلام والتعليم وحتى رجال الاكاديميا البرجوازيين المدافعين عن البرجوازيين والمدافعين عن كيان الدوله ككيان مستقل ما ينفعش المساس بيه وما ينفعش هدمه وهكذا. بيتكلموا حوالين ان ده كيان مقدس دوره هو التوفيق ما بين الطبقات المختلفه، وكأن غياب الكيان ده هيخلي الناس تنهش في بعضيها وتاكل بعضيها، وده بيعكس هو كمان وجهه النظر البرجوازيه فيما يخص الطبيعه البشريه، وكأن الانسان شرير بطبعه، وكأن الانسان طماع بطبعه، كأن الانسان بينتظر اللحظه اللي يفتك بيها بانسان زيه عشان مجرد مصالح. لكن في الحقيقه هو الحقيقه هي على العكس تماما من كده. لو بصينا على التاريخ البشري هنلاقي ان البشريه عاشت الاف السنين، بل عشرات الالاف من السنين كمان، من دون جهاز اسمه دوله، من دون الجهاز اللي يسمى دوله ده. الاف السنين بدون دوله، وفي ظل تجمعات بشريه بتشتغل مع بعض، بيعملوا عمل جماعي مع بعض، وسائل الانتاج هي ملكيه للجميع فيها، والهدف من العمل الجماعي هو سد احتياجات المجموعه كلها في وقت لا كان المجتمع فيه منقسم طبقيا، ولا كان المجتمع فيه الوفره وتطور قوى الانتاج اللي ادت الى وفره في المنتجات، وفره في الانتاج تسمح بان فئه من المجتمع تسيطر على الوفره دي، تسيطر على الفائض من الانتاج اللي بيفيض عن حاجه المجتمع البشري الصغير ده، القبيله او العشيره او هكذا. مع اكتشاف الزراعه ومع تطور قوى الانتاج بشكل سمح بان في فائض عن سد الحاجات، ابتدت تظهر فئات في كل تجمعات بشريه بتسيطر على او بتعيش على الاستئثار بالفائض، الفائض الانتاج، وتعيش على امتلاكها وسيطرتها على وسائل الانتاج. وبالتالي من مصلحتها ان هي طالما احتكرت وسائل الانتاج وهكذا، من مصلحتها ان هي ايضا تحتكر وسائل تخضع بيه بقيه المجتمع، تخضع بيه المجتمع اللي بيعمل جماعيا ده مع نفسه، لكن في الاخر الفائض الانتاجي بيتحوش عندي كطبقه مسيطره، كفئه سيطرت على ده. من مصلحتها ان يبقى عندها مش بس احتكار لوسائل الانتاج، لان هي محتكره وسائل الانتاج بالفعل، فمن مصلحتها ان يبقى عندها احتكار برضه لوسائل العنف في المجتمع، وسائل قصر بقيه المجتمع على الانتاج لصالحها، على وسائل اخضاع بقيه المجتمع للانتاج لصالحها. وبالتالي هي الدوله هنا ظهرت، الدوله هنا اللي هي جهاز القصر ده، جهاز القمع، جهاز الاخضاع بقيه الجماهير لصالح طبقه مسيطره اقتصاديا وسياسيا. الدوله هنا ظهرت عشان تحمي الفئه دي، عشان تحمي الطبقه اللي هي تطورت بعد كده واخدت اشكال مختلفه. طبعا الدوله ما اخدتش شكل جامد منذ انشائها من في فتره من 10,000 الى 12,000 سنه، في حين ان التاريخ البشري يزيد عن مليون سنه، يعني بنتكلم عن وقت قصير نسبيا بالنسبه للتاريخ البشري. الوقت ده شهد تحولات في طبيعه المجتمع وفي نمط الانتاج نفسه، ومع تغير نمط الانتاج كان بيغير اشكال المجتمع وكان بيغير افكاره ومعتقداته وهكذا. صحيح ان بتغير نمط الانتاج الدوله ابتدت تاخد اشكال جديده من نمط الانتاج العبودي الى الاقطاع الى الراسماليه، الا ان الاساس في الدوله ظل ثابتا. الاساس والغرض الاساسي او الهدف الاساسي اللي بيعمل عليه جهاز الدوله هو ظل ثابت زي ما هو، اخضاع المنتجين
لصالح الطبقة المسيطرة سياسيا والمسيطرة اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي توجيه القمع برضو لكل المحتجين سياسيا مثلا، لكل الاضطرابات حتى لو كانت محصورة في بعد ديمقراطي، لأن في الأول وفي الآخر المصالح الاقتصادية هي اللي بتطلع أو هي اللي بينتج منها الاختلافات السياسية والمصالح السياسية وهكذا. وكل التعبيرات السياسية ما هي إلا تعبيرات عن أوضاع طبقية ومصالح طبقية في الأول وفي الآخر. طيب يعني إذا كانت هي دي الدولة وإذا كان هو ده أصلها التاريخي وإزاي اتطورت عبر الانقسام الطبقي للمجتمع وعبر التناقضات الطبقية اللي في وقت معين وصلت لدرجة إن ينبغي خلق كيان من هذا النوع للحفاظ على مصالح الطبقة المسيطرة والإخضاع المنتجين لمصالح الطبقة المسيطرة. في الحقيقة في عدد من المواقف الكلاسيكية صحيح، لكن اللي هي لسه لغاية دلوقتي محتفظة بحيويتها وبتطرح دايما على تنويعات وأشكال مختلفة في كل مرة بتطرح فيها مسألة الدولة. في وجهة النظر الإصلاحية على اليمين خالص، حوالين إن وجهة النظر الإصلاحية اللي بترفض الإطاحة بالدولة، الدولة دي اللي هي بالنسبة لهم طبعا كيان محايد اجتماعيا وملوش مصلحة مع أي من الطبقات، هي بترفض الإطاحة بالدولة الرأسمالية، بل بالعكس هي مع الاندماج في مؤسسات الدولة الرأسمالية بغرض إصلاح المؤسسات دي أو حتى تغيير بعض مما يديرون مؤسسات الدولة بغرض إن في إصلاحات اجتماعية تتقدم وهكذا. على الناحية الثانية، على الناحية الثانية خالص، على الشمال خالص، في وجهة النظر الفوضوية اللي بتقول إن في الدولة وهي مؤسسات للقمع ومؤسسات لهيمنة الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا، لكن إحنا مع الإطاحة بهذه الدولة بشكل كامل ومش مع استعادة أو بناء دولة من نوع جديد أيا كان شكلها. هو رفض جهاز الدولة باعتباره جهازا للقمع، رفضه بشكل كامل. طبعا وجهة النظر دي بتتغافل عن نقطة في صميم الصراع، في صميم عملية الصراع الطبقي، في صميم العملية الثورية نفسها وفي صميم الصراع الطبقي، وهي أن الطبقة الحاكمة لا يمكن تتنازل بشكل سهل أو بدون مقاومة شرسة عن امتيازاتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية. الطبقة الحاكمة بكل الامتيازات وبكل السيطرة على كل مقدرات المجتمع لا يمكن تتنازل بشكل سهل أمام ثورة اجتماعية مثلا، لمجرد أن ثورة اجتماعية قامت فهي ممكن تتنازل للجماهير عن مصالحها وامتيازاتها وهكذا. الطبقة الحاكمة بتحارب بشراسة في كل الثورات، بتحارب بشراسة عشان تحافظ على مصالحها دي. والأمثلة التاريخية غزيرة جدا في الأمر ده بدءا من كوميون التاريخ وما قبلها كمان، زي ما لينين كان طرح في الدولة والثورة، وحتى في الثورة الروسية نفسها التطورات اللاحقة بعد ما اتكتب كتاب الدولة والثورة. التطورات اللاحقة لما الطبقة الحاكمة انهزمت في أكتوبر 17، في ثورة أكتوبر 17، وجهاز الدولة تفكك تماما، الجيش تفكك تماما، والجيش الجنود وصغار الضباط انضموا للثورة، والجنرالات الكبار اللي مصالحهم مع القيصر الروسي ومصالحهم واللي هم أعضاء في الطبقة الحاكمة نفسها وقفوا وقاوموا بشراسة الثورة الجماهيرية. لكن مش معنى ان الثورة الجماهيرية انتصرت وكانت في طريقها لبناء دولة جديدة على أنقاض دولة الرأسمالية، دولة مجالس العمال والفلاحين والجنود، مش معنى كده إن البرجوازية ودولتها انهاروا تماما وكفوا عن المقاومة واستسلموا تماما. في السنوات اللاحقة، في السنوات القليلة اللاحقة على انتصار أكتوبر، أوروبا كلها 18 دولة أوروبية حشدت جيوشها لدعم بقايا الدولة وبقايا الطبقة الحاكمة في روسيا لضرب السلطة السوفيتية ولضرب السلطة العمالية الوليدة في روسيا بشكل ده. وأي ثورة جماهيرية إذا انتصرت ووصلت إلى هذا الانتصار هتوصل لنفس اللقطة برضه، لأن الرأسمالية دلوقتي حتى بقت أكثر تطوراً بكتير جداً عن ما كنا بنتكلم عن قرن فات. بقت الرأسمالية دلوقتي بيربطها ما بينها وبين بعضها، كل أطرافها بترتبط مع بعضها بوسائل اتصال ووشائج ومصالح
عميقة ومتعددة للغاية بشكل يدفعها إلى المقاومة، مقاومتها تكون أكثر شراسة من ذي قبل، لأن سقوطها في أو كسر إحدى حلقاتها في دولة معينة بيهدد بقية السلسلة بالكامل. ودي نفس الطرح اللي كان طرحه البلاشفة في الثورة الروسية قبل وبعد انتصار أكتوبر 17. انطلاقا من السبب ده، فإن الحاجة إلى الدولة العمالية هي حاجة بتزداد إلحاحا في وقت زي كده. يعني إنجلز نفسه كان في سجاله مع الفوضويين من 150 سنة مثلا، كان بيتكلم حوالين إن لو إحنا نفينا الحاجة إلى دولة حتى بعد تحطيم الدولة البرجوازية، حتى بعد تحطيم الجهاز اللي بيحتكر أدوات العنف ده وبناء ده، حتى بعد تحطيم الدولة اللي من النوع ده، لو احنا نفينا الحاجة إلى دولة يبقى احنا كده لا عارفين الثورة بتتطور ازاي، ولا عارفين الصراع الطبقي ماشي ازاي، ولا شاهدنا حتى ثورة. لأن عشان ضرورة تحطيم مقاومة البرجوازية، تحطيم مقاومة الطبقة الحاكمة القديمة اللي اتهزمت هزيمة ساحقة زي ما حصل في الثورة الروسية وزي ما حصل في باريس في 1871، في الحالة دي لازم يبقى فيه دولة مش بس لصد وإجهاض مقاومة البرجوازية والتصدي لمحاولات البرجوازية إن هي تستعيد تاني سلطتها وتستعيد تاني دولتها، لا، لكن كمان احنا بنتكلم في مجتمع جديد، احنا بنتكلم في مجتمع جديد على أسس جديدة تماما. الأسس الجديدة دي محتاجة أيضا دولة، محتاجة أيضا دولة لتسيير الأمور، لتنظيم المجتمع الاشتراكي. بس هل هي دي، هل الدولة دي مبنية على نفس أسس الدولة في المجتمع الطبقي، مبنية على نفس أسس الدولة الرأسمالية؟ الدولة الرأسمالية الأسس اللي مبنية عليها هي إخضاع المضطهدين للمزيد من الاستغلال. الدولة الرأسمالية مبنية على إخضاع أكثرية المجتمع، أغلبية المجتمع لصالح أقلية المجتمع. الدولة العمالية بالعكس، الدولة العمالية ما بتستخدمش القمع ضد الشعب، هي بتستخدم القمع ضد البرجوازية اللي بتحاول تستعيد مصالحها تاني. ومع اختفاء الحاجة إلى صد مقاومة البرجوازية بتختفي الحاجة إلى الدولة نفسها، وهو ده المفهوم اللي كان اتكلم عليه لينين حوالين اضمحلال الدولة، وهي دي في الحقيقة إضافة إلى التصور الماركسي حوالين الدولة اللي أضافه لينين على ماركس وإنجلز. طبعا يعني لينين ما قالش بالضبط متى يمكن أن تضمحل الدولة تماما، متى يمكن أن تختفي الدولة، متى يمكن الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية، وإزاي نقول أن المجتمع دلوقتي بقى شيوعي تماما بعد دولة عمالية تضمحل وهكذا. ما قالش ده تحديدا، لأن ده طبعا صعب تخيله وإحنا على البر، يعني صعب تخيله وإحنا لسه لا الدولة سقطت ولا دولة العمال اتبنت وهكذا. لكن على الأقل خالص هو اتكلم حوالين الخلفية الموضوعية أو الأرضية الموضوعية اللي ممكن بتحطمها يبقى فيه أسس مادية حقيقية لأن الدولة تضمحل وتدوب. اختفاء الحاجة إلى القمع والقصر، قصر أغلبية المجتمع لصالح أقلية منه. ماشي، هو كان في كلام حوالين البيروقراطية وتجنبها وكذا، ان يعني مثلا تجربة زي تجربة الثورة الروسية كان في دولة عمالية و بتمارس ديكتاتوريتها ضد اللي بيقاوموا الثورة، ضد مقاومة البرجوازية. بس ليه الدولة دي تبقرطت بالشكل ده؟ المسألة ليها علاقة، يعني اضمحلال الدولة ده لا يمكن يحصل هو كمان في بلد واحد، ولا يمكن حتى ان بلد واحد ينهار في النظام الطبقي ويتحول الى مجتمع لا طبقي في اطار البلد الواحد، لان بما ان النظام عالمي وليه مصالحه في كل البلاد اذا مقاومته ايضا هتبقى عالميه. بس مش معنى كده ان النظام العالمي ده بيقاوم النظام العالمي ده بيواجه ثوره واحده، لان حتى الثوره الواحده احنا عمرنا ما شفنا ثوره واحده بتقوم لوحدها تماما، منعزله تماما عن العالم بالشكل ده. مفيش ثورات بتقوم الا في وضع، مش بس وضع جوه البلد، وضع مأزوم جوه البلد ده، لا، وضع مأزوم عالميا، لان الاقتصاد العالمي واحد بالشكل ده وبيبقى وضع مأزوم عالمي
واحد. طبعا الأزمة بتتفاوت في عمقها من بلد لبلد، فهنلاقي إن في أزمات في بلاد فيها أزمات كبيرة أوي اندلعت فيها ثورات وهكذا، زي منطقة الشرق الأوسط، في بلاد تانية اندلعت فيها تحركات جماهيرية كبيرة أو انتفاضات محدودة أحيانا، وفي بلاد لسه الدنيا فيها ساكتة خالص والحراك لسه بطيء ومتراجع. فهي المسألة إن صح، في حاجة شديدة إلى انتشار الثورة عشان المسار ده يحصل أصلا، عشان الدولة ذات نفسها ما تلاقيش، أو الثورة ذات نفسها لا تجد حاجة إلى الدولة بعد كده في تطور مستقبلي قدام خالص. الأمر أيضا قد يتطلب أجيال أجيال، لأن الأفكار اللي بترسخها البرجوازية، الأفكار اللي بترسخها الطبقة الحاكمة طوال عقود وسنين وقرون فاتت، لا يمكن تختفي تماما في أيام من الثورة ولا حتى في شهور أو سنين قليلة. الأفكار دي صحيح إن هي ما بتختفيش تماما، لكن بتتعرض لهزة قوية جدا خلال العملية الثورية، بتتعرض لهزة قوية جدا إلى درجة تسمح بإنهائها تماما مستقبلا. فالتجنب الوقوع في فخ البيروقراطية ده الحل بتاعه، هو ان فعلا الاسس المادية للبيروقراطية، الاسس المادية اللي بتتطلب اصلا جهاز دولة او نصف او حتى نصف دولة، زي ما كان لينين بيقول نصف دولة في طريقها الى الاضمحلال، ان الاسس دي تختفي هي نفسها، ان مقاومة البرجوازية تنتهي، ان الطبقة الحاكمة ومصالحها تنتهي تماما. وده لا يمكن يتم في اطار بلد واحد، ده بيتم بشكل عالمي. اللي حصل في الموجة بتاعت عشرينات القرن العشرين، موجة الثورات اللي أعقبت ثورة 17، إن إما إن بعض الثورات كان فيها أحزاب شيوعية ثورية ضعيفة وهشة ما قدرتش إن هي تقود الثورات وتحقق انتصارات حقيقية زي ما حصل في أكتوبر 17 في روسيا، أو إن الأحزاب دي كانت كبيرة وضخمة ومؤثرة لكن ما قدرتش إن هي تتبع الاستراتيجية أو تترجمها إلى تكتيكات سليمة توصلها للانتصار، زي بلغاريا، زي ألمانيا وغيرها. الوضع ده حط الثورة الروسية نفسها في مأزق، حطها قدام طريقين، إما الثبات على المبادئ إلى حين موجة ثورية قادمة تانية في العالم تقدر إن هي تساند الثورة الروسية، وده طبعا بيزداد إلحاحا جدا مع ثورة اشتراكية منتصرة في بلد متأخر اقتصاديا، أو يعني الثبات على المبادئ دي والانتظار بشكل مع تحفيز والتحريض بشكل علني على الملأ للعالم كله، أو التحول إلى بيروقراطية وتكرار نفس سيناريو الستالينية في الاتحاد السوفيتي. الستالينية اللي هي بالمناسبة برضو أضافت قدر كبير من التشويه على تصورات أو على مفاهيم وتعليم ماركس حوالين الماركسية حوالين الدولة، وحتى باقتباسات ماركس وباستخدام ماركس لتبرير ان الديكتاتورية الستالينية دي هي دي ديكتاتورية البروليتاريا، نحن نحكم باسم البروليتاريا، في حين ان هي كانت ديكتاتورية الحزب الواحد دون نقابات، والنقابات كانت تابعة وقتها للحزب، وحتى السوفيتات كانت تابعة للحزب. يعني نقدر نستنتج من ده حاجتين، ان تجنب البيروقراطية اولا بان الثورات العالمية تظل في طريقها للتقدم زي الثورة اللي انتصرت انتصار نهائي وحطمت جهاز الدولة البرجوازية وانشأت جهاز دولة العمال، انشأت دولة العمال، فثورات تانية تنتصر وتحقق انتصار زي ده. تاني حاجة طبعا ان الطبقة العاملة نفسها تبقى لسه حية، وهي مش بس هي مشاركة في اتخاذ القرارات وهي مشاركة في صياغة الحياة الاقتصادية والسياسية، لا ده هي اللي بتصنع هذه الحياة الاقتصادية والسياسية. الظروف اللي تعرضت إليها الثورة الروسية من الحرب العالمية الأولى والإنهاك الشديد للاقتصاد الروسي وللطبقة العاملة الروسية وجماهير روسيا، الظروف دي كلها أدت، وفيما بعد طبعا بعد الحرب العالمية الأولى الحرب الأهلية والدعم الرهيب من أوروبا لفلول القيصر، يعني فلول الطبقة الحاكمة في روسيا، ده عرض الطبقة العاملة لإنهاك شديد جدا وقضى على
معظم الكوادر العمالية الحقيقية قادة الطبقة، قادة الطبقة ومندوبيها في المجالس العمالية وهكذا. خلت بقى في حالة من الموات لدى الطبقة العامة، ده اللي سمح بعد كده بصعود البيروقراطية الإسلامية زي ما. فده فيما يخص قصة الدولة ومحللها والثورة العالمية وتجنب البيروقراطية، مهام الدولة وتنظيم المجتمع وهكذا. هو يعني في كلام حتى في الأدبيات الماركسية حوالين إيه الأحزاب هيبقى موقفها إيه من بعد كده، بعد انتصار الثورة وبعد بناء دولة العمال وهكذا. زي ما في روسيا 17 في احزاب اتجمدت، لكن كان في نشاط نقابي، او طبعا كان في نشاط نقابي، لكن اي احزاب واي كيانات سياسيه بتمارس او بتوجه اسهمها ضد الثوره وضد المجالس العماليه دي، طبعا دي ضروره اصلا ان يبقى في دوله. ان لما يبقى في هجوم على الثوره بالشكل ده يتم التصدي ليه وايقافه وتفتيته تماما. فيما يخص تنظيم المجتمع الاشتراكي والتفاوتات الطبقيه وهكذا، يعني انا كنت بقول في الاول ان الافكار السائده اللي بترسخها الطبقه الحاكمه لعقود وقرون فاتت مش بتختفي مره واحده، لكن بيبقى في مساحه اضخم بكتير لتفتيتها تماما، بتتعرض لهزه جامده جدا، مش بتختفي مره واحده لكن بتتعرض لهزه جامده جدا ممكن تسمح بتحطيمها في المستقبل. نفس الشيء بالنسبه للتفاوتات الطبقيه، يعني مثلا الطبقه الوسطى ذات نفسها، الطبقه الوسطى دي مع عدة شرائح، وعدة شرائح هي كمان يعني في شرائح عليا مصالحها أكتر مع البرجوازية، مع الطبقة العليا، مع الطبقة المتميزة اقتصاديا وقادرة تسيطر وتحكم السيطرة على الشؤون الاقتصادية والسياسية. شرائح العليا مثلا من الطبقة الوسطى هي مصالحها فوق، الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى هي مصالحها مع الطبقة العاملة ومع الفلاحين الفقراء وهكذا. حتى الفلاحين ذات نفسهم، الفلاحين نفسهم مش طبقة واحدة، في أغنياء في الفلاحين، وفي فلاحين ملاك صغار ومستأجرين وهكذا، وفي فلاحين أجراء وعمال ترحيل وهكذا. ده بالتأكيد انتصار طبقة عاملة في ثورة وبنائها لدولة العمال بالتأكيد هيعكس نفسه جوه وهينقل الصراع الطبقي في الريف بعد عملية مثلا إصلاح زراعي واسع ومصادرة أملاك الإقطاعيين وكبار الملاك وهكذا وتوزيعها على الفلاحين. ده ينقل الصراع الطبقي جوه البتاع. أنا عايز أشير مثلا لمثال في الجيش الأحمر نفسه، يعني جيش الأحمر وهو جيش في دولة، بس دولة مختلفة تماما عن الدولة الرأسمالية، مش هدفها هو الإقطاع وقصر المجتمع على حاجة معينة. وحتى في تركيبة الجيش الأحمر وطريقة التعامل الديمقراطي فيه كان في جانب في حفاظ على الانضباط العسكري، لأن في حالة حرب مع جيوش ضخمة بعتاد متطور وهائل من دول أوروبا، فده بيستدعي ضرورة للانضباط العسكري جوه الجيش الأحمر. بس في نفس الوقت برضو كان في ضوابط ديمقراطية عدة جوه الجيش الأحمر، يعني مثلا إن في أعداد كبيرة من الضباط مثلا اللي كانوا في الجيش الأحمر، وطبعا اللي كانوا أجورهم بالمناسبة هي نفس أجور متوسط أجر العامل في روسيا، لكن عدد كبير من الضباط تم تسريحه مثلا من الجيش الأحمر نظرا لإساءة معاملة الجنود مثلا. ده لا يمكن يحصل في الجيش النظامي بتاع الدولة الرأسمالية، لا يمكن، يعني لا الجنود مثلا بينتخبوا الضباط، وهي حصلت، هي فعلا حصلت في الجيش الأحمر إن الجنود لأول مرة انتخبوا ضباطهم، بس انتخبوا ضباط لمرة واحدة مع بدء الحرب الأهلية. في السنين بتاعت الحرب الأهلية من 18 لبداية 21 كان ضروري فرض انضباط عسكري صارم لمواجهة الثورة المضادة. مثال آخر على ده مثلا إن في الجيش الأحمر برضو نفسه لما اتفتح في الأول يعني إن هيبني الجيش الأحمر، فاتفتح باب التطوع، تطوع من نفسه 40,000 عامل وفلاح، 40,000 عامل وفلاح تطوعوا من نفسهم جوه الجيش الأحمر، بس العدد طبعا غير كافي لمواجهة مئات الآلاف من الجنود من الجيوش اللي جاية تحارب وهكذا، فاتحط نظام للتجنيد. وهو ده الفرق، هي دي الفكرة. ده أنا عايز بضرب المثال ده عشان أوصل الفكرة دي، إن في حاجة إلى التنظيم والانضباط لمواجهة الثورة المضادة، وفي نفس الوقت في فرق كبير في تنظيم عملية الانضباط هذه.
في طابع ديمقراطي لتنظيم عملية الانضباط دي. يعني مثلا ان الجنود ينتخبوا ضباطهم لاول مره، ان منع التام لاساءه معامله الضباط للجنود الى بس مع والاجور وهيكله الاجور ذات نفسها مختلفه تماما عن في المجتمع في مؤسسات الدوله البرجوازيه، بس مع وضع التجنيد ودخول عدد كبير من الفلاحين والعمال اللي ممكن يبقى يعني اقل وعيا واقل مشاركه في الثوره، وفي منهم ما كانش شارك في الثوره وهكذا، وبتناقضات وعي وفي تفاوتات في الوعي وهكذا، ودخلوا الجيش، كان الفلاح في التناقض ده. الحكومه العماليه السوفيتات العمال وزعت صدرت الارض بتاع الاقطاع اللي كان نهبني وكان سارقني و و و ووزعتها علي وعلى اسرتي وعلى جيراني وعلى القريه والقرى كلها، وزعتها على الفلاحين، بس في نفس الوقت بياخدوا المحاصيل بتاعتي وعشان يغذوا بيها المدن لان في مجاعه وفي كذا وفي كذا. فكان في التناقضات دي هتبقى دايما موجوده في المرحله الانتقاليه من طور الراسماليه وتحطيم دولتها وبناء دولة العمال الاشتراكية للشيوعية، من طور الانتقال من الرأسمالية للشيوعية. التناقضات اللي من النوع ده دايما هتبقى موجودة عشان بيبقى فيه تفاوتات حتى جوه نفس يعني مثلا جوه الفلاحين، في التفاوتات الطبقية من النوع ده، في أغنياء الفلاحين غير الإقطاعيين والملاك الكبار للأرض، بس في أغنياء الفلاحين اللي بيمتلك فدانين وخمس فدادين واللي بيمتلك كذا وكذا، وفي صغار الملاك قوي في أو الذين لا يمتلكون اصلا ويستاجرون اراضي او كذا، وفي الشغيله والعمال الاجراء. فدوله عماليه بتتبني، عمال ثوار بيبنوا دوله من نوع جديد على غرار الدوله اللي اتبنت، دوله المجالس العماليه، دوله السوفيتات في روسيا في فتره انتعاشها في السنوات الاولى من الثوره، هتصطدم دايما بالتناقضات اللي من النوع ده في المصالح الطبقية جوه الفلاحين جوه العاطلين إلخ ممكن يبقى وهكذا. وده بيفرض ضرورة أن يبقى فيه تنظيم دولة موجود بس بأسس مختلفة تماما، والأسس المادية بتاعة الدولة في المجتمع الطبقي بدام أن هي انتهت، أسس الاستغلال والاضطهاد بدام أن هي انتهت، إذن الدولة دي ممكن يبقى في طريقها للإضمحلال مع انتشار الثورة عالميا ومع الحفاظ على حيوية الطبقة العاملة في نفس البلد، هي اللي بتصيغ الحياة وهي اللي بتشكل الحياة الاقتصادية والسياسية وهي اللي بتدير الإنتاج وتوجهه في مصالح إشباع حاجة المجتمع ككل. طيب هي الفكرة بس في قصة الطبيعة البشرية وهكذا، يعني خلينا نبص على التاريخ، خلينا نبص على التاريخ البشري عامل إزاي يعني، وخلينا نقارن ما بين المجتمع الطبقي الراهن دلوقتي حالا والدراسات الأنثروبولوجية مثلا حوالين مجتمعات معينة وقبائل معينة. يعني مثلا خلينا نبص في كتاب زي كتاب أصل العيلة والملكية الخاصة والدولة في دراسات إنجلز حوالين أصل العيلة والملكية الخاصة والدولة، حوالين دراسات إنجلس اللي اعتمد فيها على دراسات سابقة حوالين المجتمعات اللا طبقية اللي ما كانتش لسه اتقسمت لطبقات وتحولها الطبقي ده جه ازاي وهكذا. نسبة الجريمة مثلا في مجتمعات من النوع ده إلى نسبة الجريمة في المجتمعات الطبقية اللي موجودة حاليا. المشكلة الأساسية اللي كانت بتحفز الشر، اللي كانت بتحفز السرقة، الطمع إلخ في المجتمعات اللا طبقية قبل كده، هي كانت ندرة المادة نفسها، ندرة الإنتاج نفسه، مفيش أي وفرة في المنتجات. فممكن نلاقي إن في كتاب ما كاتب إن في القبيلة الفلانية من 12 ألف سنة مثلا هجمت القبيلة العلانية عشان في حالة مجاعة مثلا في القبيلة الأولانية، فهجمت وأغارت على قبيلة تانية عشان تستولى على الحاجه اللي هي غنيه بيها، مثلا في ثمار، في محاصيل، في مراعي، في هكذا. ماشي، ده كان نتيجه ان وفره، ده كان نتيجه سوري ان مفيش وفره، ان في ندره شديده في الموارد، وبالاضافه الى ان قوى الانتاج نفسها ما كانتش متطوره بما فيه الكفايه اللي هي تخلق اصلا وفره في الانتاج. المجتمع الطبقي قدم البشريه تقديم رهيب، يعني دفع البشريه دفعه كبيره جدا للقدام. التنافس نفسه في وقت معين في تاريخ البشر
حفز تطوير قوى الانتاج اكتر واكتر. الراسماليه نفسها يعني لولا الراسماليه احنا ما كناش شفنا الطياره، ما كناش شفنا التلفزيون، ما كناش شفنا الوفره الهائله في المنتجات والتقدم العلمي و لكن الراسماليه دي ذات نفسها هي اللي بتكبح جماح التطور العلمي، اللي هي صحيح التطور العلمي والتطور المجتمعي والثقافي والفكري وهكذا، هي نفسها اللي بتكبح جماح التطورات دي كلها بال 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 بالتناقض الاساسي بتاعها، ان في وفره رهيبه جدا في المنتجات، لكن المنتجات دي بتتوزع ازاي؟ يعني مش عايز اكرر المثال الشهير بتاع ان امريكا الاطنان القمح اللي بترميها في المحيط عشان سعر القمح نفسه، لو هي اتبرعت باطنان القمح دي للبلدان اللي فيها مجاعات عشان سعر القمح نفسه ما ينزلش في المواسم اللي جايه. الراسماليه ذات نفسها مشكلتها مش زي مشكله المجتمعات المشاعيه الاولى، مشكله المجتمعات المشاعيه الاولى اللي هي كانت في ندره الموارد وندره الانتاج اللي هو ده كان السبب اللي بيدفع للجريمه، برغم من ان الجريمه والصراع والاقتتال ما بين العشائر او القبائل او هكذا ده كان محدود للغايه. فبالعكس الوفره بجانب الندره اللي احنا بنشوفها في الراسماليه وفره شديده جدا في المنتجات، ويعني مثلا كميه الغذاء اللي على كوكب اللي بتنتجه البشريه في الارض في السنه يكفي العالم مرتين ونص. طب وليه في مجاعات؟ ليه مش كل العالم ياكل مره واحده؟ او ليه مش كل العالم يسد حاجاته من الغذاء ان شاء الله مره واحده بس؟ لا ده بالعكس في مجاعات وفي وفي وفي. فمشكله الراسماليه هي بالشكل ده هو ده اللي بيخلق قدر او نسب ضخمه جدا من الجريمه، وطبق ده على ادق التفاصيل في كل مجتمع. فتعال نتخيل بقى حاجه تانية، تعال نتخيل الوضع بالمقلوب، تعال نتخيل المجتمعات المشاعيه الاولى بس من غير ندره في الموارد. لو في وفره بتتوزع على الكل، وهذا الهدف الاساسي من هذا التوزيع هو سد احتياجات كافه افراد المجتمع، لان هم اللي بينتجوا هذه الثروه اصلا، لان الثروه دي بتنتج بشكل اجتماعي لكن لا توزع خالص بمقدار العمل المبذول فيها. فتعال نتخيل ان مجتمع لا طبقي في وفره في الموارد وفي فتح الباب قدام كل القدرات البشريه للتطور، هيكون ايه الدافع للجريمه؟ وهيكون ايه الدافع للحرب؟ وهيكون ايه الدافع للاقتتال وهكذا؟ الانسان مش الطبيعه البشريه حاجه مش ثابته وموجوده وصلبه، موجودة دايما في كل الأوقات وكل المجتمعات وهكذا. الطبيعة البشرية يعني ممكن تتشكل وتتطور تتأخر وهكذا طبقا للوضع الاجتماعي السائد في المجتمع. سألوا ان هو ايه الاشتراكيه، يعني ايه الهدف من الاشتراكيه؟ لو انت بتتكلم عن ان في وفره في المنتجات لكن ما بتتوزعش بشكل اجتماعي ولا بشكل كفء ولا توزيع عادل، ايه الهدف بقى من الاشتراكيه بتاعتك دي؟ فرد عليه رد مختصر شديد جدا، هو التطوير. الاشتراكيه هدفها هو تطوير القدرات الانسانيه اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وفي كل المجالات، بحيث ان كل طفل بيحمل في داخله عبقرية موزارت الموسيقار أن يصبح هو نفسه موزارت. فهي الفكرة أن الظروف الاجتماعية نفسها هي اللي يا إما تقيد الطبيعة البشرية وتحجم كل الجوانب الإيجابية فيها، أو أن هي تطلق العنان لكل المساوئ اللي ممكن تبقى فيها. بس المسألة متوقفة على الوضع الاجتماعي وتراث الأفكار المترسخة